هذا أمر طبيعي في مختلف الديانات، أن الإنسان من أحضان عائلته ومن أجواء مجتمعه يكتسب هذه العاطفة نحو دينه. وخاصة في هذا الزمن ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. الآن في زمننا صار انشغالات عند الوالدين، عند العائلة من ناحية، وصاروا الأبناء متروكين لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الثقافي ومواقع التواصل الاجتماعي. صارت هذه المواقع هي التي تغذي عند أبنائنا وخاصة الناشئين بعض العواطف وبعض التوجهات، وهذا أمر خطير. لابد وأن تنتبه العوائل لأبنائها فتربيهم وتنشئهم على الانشداد والانجذاب للدين، ولا بد وأن ينتج المجتمع الديني وسائل وأساليب للتخاطب مع هذا الجيل حتى ينشأ على حب دينه وعلى الانجذاب للرموز الدينية. إذن هذا هو المصدر الثاني، البيئة العائلية والاجتماعية.